السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا. اليوم غادي نتكلموا على المراحل الضرورية والأساسية باش تصوب واحد المشروع تجاري هنا في كندا. قبل ما نبدأ هذه الحلقة تاع اليوم، أرجو من مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا الاشتراك، الإعجاب ونشر هذا الفيديو وهذه القناة حتى تعم الفائدة بالنسبة للناس الراغبين في الهجرة إلى كندا أو الناس القاطنين هنا بمدينة وينيبيغ. إذا نبدأ على بركة الله ونشرح ما هي المراحل الضرورية والأساسية لإنشاء واحد المشروع تجاري هنا بالضبط بمدينة وينيبيغ أو في كندا على العموم. تشوف فين كاينه الحركه وتكون يكون نشاط تجاري وتقلب على هذه المنطقه. هذا هو اول مرحله. الثانيه هو كتحدث مع صاحب المحل، كتفاهموا على البرايس تاع الرانت تاع واجب الايجار، مجلس المدينه ولا واحد ديبارتمنت كتسمى بلانينغ بروبرتي اند ديفلوبمنت ديبارتمنت اللي كاينه في اليونيت 31 30 فورت ستريت وينيبيغ. ملي كتمشي عندهم كتريح مع واحد الموظف كاين بالمجلس المدينة، هو كيشرح لك جميع الأشياء المتعلقة بالأبليكيشن، الأوراق اللي خاصك تجمع. ومن ضمن هاد الأوراق كاين هاد الأبليكيشن اللي كتشاهدوها هنايا اللي خاصك تملأها، الاسم تاع الشركة، اسم ديال الشخص اللي كلالك المحل، بالإضافة إلى مجموعة من المعلومات، اسم المشروع، هل هناك إصلاحات في المحل اللي غادي تكتريه، ومجموعة من المعلومات اللي كاينة في هذا المطبوع هذا. ومع هذاك المطبوع اللي خاصك تعمر كيعطيوك هذا الجيد. هذا الجيد كي يشرح لك كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لهذاك المطبوع، كل سؤال والشرح ديالو بطريقة دقيقة وواضحة. برادواي ستريت بيلدينغ فيها كتسمى كومبانيز اوفيس، هذه ملي كتمشي ليها الغرض من انك تمشي لهذا البيلدينغ هذا باش تعطي سمية، باش تريزيرفي سمية للشركة ديالك. كتخلص مبلغ ما يناهز 45 دولار كما كتشاهدوا في هذه الوثيقة هذه، يعني 45 دولار لتسجيل اسم تاع المشروع التجاري اللي بغيتي ديرو. باش تريزيرفي الاسم تاع المشروع التجاري كتدخل اونلاين وكتعمر استمارة، كتكتب الاسم ديالك، الهاتف، مجموعة من المعلومات الشخصية بالإضافة إلى الاسم اللي بغيتي أنك تسمي به هذا المشروع التجاري. لمدة 3 أيام كتلقى رسالة من هذا المكتب هذا كيقولوا لك بأن هذا الاسم واش كاين ولا ما كاينش. إلا ما كانش كتاخذ المشروع التجاري ديالك كياخذ الاسم اللي اختاريتي، اما اذا كان كيقولوا لك عاوتاني اختار اسم اخر. غير للاشارة، قبل ما تسجل الاسم تاع المشروع التجاري ديالك كتدخل لهذا كما كتشاهدوا هنا هذا اللينك هذا، كتكري حساب ديالك، اسم ديالك، ومن بعد خاصك تشيكي بان هذاك الاسم اللي اختاريتي ما كاينش في الفيدرال، ما كاينش في نواحي كندا كامله، ما كاينش هذاك الاسم اللي اختاريتي. الان اختاريتي المحل، تكلمتي مع صاحب المحل، تفاهمتوا على السومه تاع الكراء، رحتي للمدينه باش تاخذ الابليكيشن، تريح مع موظف كيعطيك الابليكيشن باش تملاها، وكيعطيك الجيد باش تشرح لك اي معلومه جاتك صعيبه في الابليكيشن. من بعد كتمشي للبرادواي ستريت اللي هو 1010405 برادواي ستريت، كتمشي عندهم كيعطيوك ابليكيشن، تما يمكن لك تملأها تما وتخلص 45 دولار على باش تريزيرفي السميه تاع المشروع التجاري، ولا كديرها اونلاين وتخلص اونلاين ل 45 دولار
وكتشوف الاسم ديالك، الاسم ديال المشروع التجاري واش كاين في نواحي كندا ولا لا. إذا كان خاصك تختار اسم آخر لمدة 3 أيام، تختار اسم آخر. من بعد ما ساليتي هاد المراحل كاملين، كتشوف المحل واش يخصك ديزاينر باش يقاد لك أي مكان غتوضع فيه شي إكويبمنت، ولا أي مكان مثلا غتزيد حائط، ولا غتصوب أي مكان في المحل. غير النصيحة اللي نقول لكم بأنه أي واحد كيرغب أنه يدير شي مشروع تجاري، يختار المكان اللي غيكري فيه يكون نفس الصنف تاع المشروع التجاري اللي كيرغب أنه يديره. مثلا باغي دير مطعم، قلب على شي محل كان سبق ليه أنه كان مطعم، باش ما تكونش خسائر مادية كبيرة. لأنك لختي محل ما كانت مثلا مشروع تاع مطعم، غيكون عندك خسائر كبيرة. غضطر أن السيتي يقولوا لك مثلا حيد هذا الحائط، خاصك إضاءة هنا، خاصك مجموعة من الأشياء. ولا كان سبق المحل أنه كان مطعم، ما غيكونش خسائر كبيرة. من ضمن الأشياء اللي كطلبها لك السيتي، كاين مجموعة من الأشياء. كاين كيطلبوا لك مهندس معماري اللي هو يكون محترف، كاين مهندس الإضاءة يكون توا محترف، مهندس البنية التحتية، وكاين البلومبينغ. هاد المجموعة من هاد الأربعة الأشخاص كيجيو يزوروك في المحل اللي انت بغيتي تكريه لهذا المشروع التجاري، وكيشوفوا واش كاينه شي مشاكل في داخل المحل بالإضافة التجاري. كيطلبوا لك رسالة من الأونر ديال هذا المحل التجاري، كتثبت تسجيل ديال هذا المحل باسم الأونر، يعني صاحب المحل. وعندي نسخة هنايا كتكون حلقة كيعطيها لك صاحب المحل، اللي فيها تا البلان ديال المحل كيفاش داير. كما كتشاهدوا هنايا، هذه نسخة معطية من سيتي لصاحب المحل بالتدقيق في أي في جزئيات صغيرة جدا على المحل. وكيكون التجاري خاصك انك تتصل بشي مهندس يكون محترف بانه يصوب لك البلان ديال هذا المحل التجاري. وهذه صورة توضيحية كيفاش كيكون البلان، كيكون مهندس محترف اللي هو كيمشي معاك المحل وكيدير معاك القياسات الضرورية تاع المحل، وكيوثقها ويدير طابع باسم هذا ومن المهندس. الوثائق اللي خاصك تجمع، كاين 3 نسخ ديال البلان اللي كيعملوا لك احد المهندسين المتخصصين. كاين لاتغ دوتوريزاسيون ديال اليوز اللي كيعطيها لك الاونر، اللي كيعطيك هذه الرخصه هذه بانك غتستعمل هذا المحل هذا. وكاينه نسخه كتثبت ان هذا المحل مسجل باسم صاحب ديالو. تقارير المهندس المعماري، مهندس الإضاءة، مهندس البنية التحتية، مهندس الميكانيك والبلومبينغ، بالإضافة إلى وصف دقيق للمشروع ديالك، المكان، نوع النشاط اللي غادي كتجمع تعمل. هاد الوراق كاملين مع الاستمارة، وكترجع لمجلس المدينة اللي شرت العنوان ديالو، كتدفع الملف ديالك وكتنتظر الإجابة كنتم منها مع السيتي. المراحل الضرورية والأساسية لتأسيس واحد المشروع تجاري هنا بمدينة وينيبيغ من A تل Z. كنتمنى الحلقة تاع اليوم تكون نالت الإعجاب ديالكم، ويستافدوا منها الناس اللي باغين يديروا مشروع تجاري هنا بمدينة وينيبيغ أو كندا على إلى وجه هنا الأرض. تنتهي حلقة اليوم مع موضوع جديد وتجربة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.